فرانسيس. بينما بدأ الجيش اللبناني بتعزيزاته الشمالية من البحصاص إلى النهر الحدودي الكبير، أضرب سوق الخضروات في طرابلس وتوجه أهله إلى صلاة سياسية. التظاهر هنا والاعتصام والغضب ليس بجديد، بل الجديد هو انتقال قضية الراحل خضر المصري من أزقة التبانة إلى ساحة عبد الحميد كرامي لتضم تحت عباءتها كلا من ملف الموقوفين الإسلاميين وانتفاضة سوريا، وصولا إلى وجوب معاقبة سفيرها. من مؤشرات الاتحاد السياسي مطلوب؟ شو المطلوب؟ محاكمة؟ بدنا حقنا، بدنا نعرف ليش قتل خضر المصري وبدنا القتل يتحاسب. في عالم قالت انه انقلبتوا على رئيس مئاتي بهذا التحرك. نحن ورئيس المئاتي واحد، رئيس مئاتي قبل قالنا ونحن معهم كفين للاخر، وهي روحي خيطوا بغير المسلة. رئيس مئاتي وعدنا انه وعدنا بتوسيع التحقيق، وعدنا انه يلحق القصة وحكي مع وزير العدل ومع هيك وعدونا بالخير. هناك من يحاول ان يقول انه اليوم في استغلال لقضيه شهيد مات من سنه ونص استشهد، اليوم عم ترجع تنفتح. هو لا يوجد استغلال، ولكن عائلته واحبائه واصدقائه هم الذين قاموا بهذه المبادره وعرضوا على الشيخ سالم ان يكون له دور، فتلقفها الشيخ سالم وعرض أن تكون الخطبة فيها كل القضايا والمظلومات التي وقعت على الشباب. إذا الإنسان الذي سبزت العسكرية لا يعني أن يستهين بدماء الناس، عليه أن يحافظ على دماء الناس. هذا الجيش أخذ راتبه من الناس، من عرقهم وضرائبهم، من أجل أن يحمي حياتهم لا من أجل أن يقتلهم. بعد لا يجوز لأحد أن يقول أن هيبة الجيش قضية إذا طلبنا من محاكمة عناصر مشبوهة في الجيش اللبناني. يا قائد الجيش طبيعة هيبة الجيش، ويفقد الجيش ثقة الناس به ومصداقيته حين تضيعون الدماء وحين تتسترون على العناصر القاتلة المجرمة. وبعد الصلاة كلمة للمصري تعيد تأكيد سلمية الحراك وتسمي خضر المصري شهيد الثورة السورية. إذا هو بيعتبر هيدا القاضي اللي معايا انه هو، لانه خضر المصري مثلا مناصر للثوره السوريه، ما نحن بنقول له اذا كان دم خضر المصري فدى للثوره السوريه فنحن كلنا عندنا الشرف. انا سعد المصري اخو الشهيد خضر المصري وتربيته للشهيد خضر المصري، بقول لك من السؤالين لا عنا ولا عم معلمينك، وبظن الله بظن انتصر بسوريا. بظن الله بظن انتصر بسوريا، جايين بدنا ندعس على راسك وراس معلمك. متأخرا وصل وفد حزب التحرير الذي يشتم عاليا أرواح الموتى ويدعو إلى طرد السفير السوري. أبو خضر المصري عاد إلى حارته وساحته محمولا على الأكتاف، ومعه وعد من ميقاتي بكشف الجندي الذي قتل خضر وبمعاقبته. اليوم تحولت ساحة عبد الحميد كرامي ساحة لخضر المصري، وباسم دمائه صرخوا ضد دبابات الأسد ومن أجل قضية الموقوفين الإسلاميين. هو غضب طرابلس الواحد مهما تعددت العناوين. من ساحة خضر المصري في باب التباني، غدي فرانسيس، قناة الجديد.